اهلا وسهلا بحضراتكم مجددا كل متابعين تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، وتغطيه جديده هنتكلم فيها مع حضراتكم عن خبر متعلق باسره الفنان الراحل نور الشريف. محكمه القاهره الاقتصاديه بتنظر حاليا دعوى اقامتها ساره نور الشريف جابر محمد ومي نور الشريف جابر محمد ورثه الفنان نور الشريف ضد الممثل القانوني لمحلات لابوار، وده لاستخدام مشهد لمورثهم في مسلسل عائله الحاج متولي موظف بصورته مع صوت بديل للترويج لمنتجهم الخاص بمحلات لابوار، واللي كان تحديدا منتج كحك العيد. الحقيقه انه كشفت اوراق الدعوى اللي حصل اليوم السابع على نسخه منها انه محامي اسره الراحل نور الشريف تقدم بطلب في نهاية شهر مايو 2020 للمحكمة الاقتصادية، وهذا لندب خبير مختص بحقوق الملكية للاطلاع على نسخة من الإعلان محل النزاع وبيان إن كان الممثل القانوني لمحلات لابوار أخذ الموافقة الكتابية لعرض أو استغلال ذلك المشهد من مسلسل عائلة الحاج متولي. طبعا استندت الدعوة التي أقامتها أسرة الفنان الراحل نور الشريف على المادة رقم 155 من الكتاب الثالث من القانون 82 لسنة 2002، واللي بتنص على أنه بيتمتع فنانين الأداء وخلفائهم بحق أدبي وأبدي لا يقبل النزاع عنه أو التقادم. مادة هذا القانون جاءت كالتالي: أولاً الحق في نسبة الأداء الحي أو المسجل إلى فناني الأداء على النحو الذي أبدعوه عليه، يعني استخدام المشهد كما هو. البند الثاني من القانون بيقول الحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم، يعني إذا تم استخدام المشهد وكان في تحريف زي ما حصل في مشهد الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل عائلة الحاج متولي واللي استغلته محلات لابوار. طبعا بتباشر الوزارة المختصة في هذا الحق الأدبي في حالة عدم وجود وارث أو موصي له، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون. لكن من جانبه أكد الدكتور حسام لطفي محامي أسرة الفنان الراحل نور الشريف إنه المحكمة الاقتصادية تأكدت من صحة الواقعة من خلال الخبير، وإنه بينظر في الجلسة القادمة تحديد قيمة التعويض من الممثل القانوني لمحلات لابوار. دي كانت تغطيتنا عن تفاصيل القضية المرفوعة من قبل أسرة الفنان الراحل نور الشريف على الممثل القانوني لمحلات لابوار، وبتأكيد هنتابع مع حضراتكم خلال الفترة القادمة أي مستجدات أخرى في هذه القضية. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، انتظرونا في تغطية أخرى على مدار اليوم. إلى اللقاء.